بونجور مشاهدينا، اليوم عاجق الاستوديو معي. اول شيء بدي اقول لك هاي ماجي، ماجي ستيليست من بوتيك ارقفه، ومعنا دو برنسيس ماجي معنا بالاستوديو تنحكي اليوم عن برودوي جديد، لاين جديده منزلينا ارقفه، ارقفه برنسس. مظبوط، بوتيك كركفي منزل لاين جديد، هي كركفي برنسيس. هلا رح نفرجي للمشاهدين شو بيتضمن هيدا اللاين. اكيد خصل ملونه، خصل مهضومه مثل ما شايفين. هلا بس وقت نقول برنسيس دغري بنفكر بالولاد، بس هلا عندنا برنسيس شوي اكبر. انت طالعه اليوم مثل البوبيات. ثانك يو رنا. هيدي ميكس اند ماتش مع مظبوط. خبرينا ماجي اكثر عن هيدا اللاين، من وين اجت الفكره؟ ليه عملت شو تطوراتها؟ الفكرة اجت من جنرال مانجر ببوتيك كركفي مس أرقفة. استوحت الفكرة من بنت اختها، شافت انه كثير حابة يكون عندها خصال ملونين بشعرها، سو هي اكيد طورتها، فكرت بالموضوع وشافت انه كثير مناسب، لانه في كثير اولاد اوقات بيجوا مع اهاليهم على البوتيك لعنا، بصير هن كمان بدهم هيك خصال يغيروا، يحطوا شيء اكستنشن ويشيلوا او يعملوا كلر. فبتعرفي انه الكلر كثير بيأذي الشعر، ولاد ومدارس، فعملينهم بطريقه انه فيهم يحطون يشيلون ساعه ما بدهم، واكيد يعني فيهم يستخدمون وقت الفاكيشن، اذا بالويك اند، اذا اكيد في مدارس ما بخلوا انه الاولاد يروحوا بهيك لوك بهيك الوان. ايه لا صعب يروحوا أكيد على المدرسه بهيك، فعملينهم بطريقه انه هن بيروحوا بفكون وبيحطون بالبيت وفيهم يناموا فيها. والحلو فيه انه معمول من ناتشرال هير، سو اذا شي نهار حبوا يعملوا كيرلي ويفي فيهم يعملوا لوكي اللي بدهم اياه. يعني عن جد ماجي وقتها بصير عم بسمع هيك انه عن جد الفاشن مش بس للكبار بالشعر، كمان للصغار، لانه الصغار كثير هلا عم نشوفهم يعني كثير بحبوا يكونوا مثل الكبار وبحبوا يعملوا مثلهم. ذاتس واي طلعتوا كثير حلوه الفكره وكثير مهضومين. واللاين هلا نحن مبلشين بالكليبسات والكراتين، وفي منا عده الوان. يلا خلينا نبلش نشوف. اكيد هدول عم نحكي لالوان للبرنسسات الصغار. مظبوط، واكيد اللي بده يتطور اللاين رح يصير في بوني تيل، شينيون جاهز، وكثير قصص لللاين كركفي برنسس. يعني هون عم شوف انا هون الوان الكويكيز اللي بده يحطوا بالشعر، كريزي كلرز. هول الالوان اصلا كثير صعبه تنعمل وبتاذي الشعر، ونحن ما بدنا ناذي شعر اي برنسس. فهيك طلعت الفكره، واكيد اللانشينج ما عملناه، رح ينعمل ب ديسمبر، ب 5 ديسمبر بالزلقه، وب 4 ديسمبر بفرعنا بفيردان. سو باربع الشهر، باربع ديسمبر ببوتيك ارقفه بفيردان، وب 5 ديسمبر ببوتيك ارقفه بالزلقه. والنهار اللي بيجوا فيها بهول الديت كل حدا بحب يكون عنده خصله كليبس او كيراتين، اتس فور فري. هيدي تقدمه من اداره بوتيك كركفي لكل حدا حابب يكون عنده لوك برنسس. لوك برنسس، واو، يا ريت عندي شي برنسس. في جيب برنسس اكيد، في جيب برنسس اكيد، حجيب لكم كثير برنسسات النهار. اكيد ماجي، نحن معنا اثنين برنسس بالاستوديو. اكيد سيرينا، هاي سيرينا. مين سيرينا؟ انت سيرينا، لانه معنا توب صلي من قبل الهوا عم جرب بس ميز بيناتهم. وانا كمان سيرينا، ومعنا اندريا. مركبين لهم كليبسات، مركبين كليبسات ومركبين لهم كيراتين من ورا. هلا يعني هو اللي عاملين الجرين ماتشنج مع مع الثياب اللي لبسته، اكيد، وكمان هي عاملين ماتشنج مع الثياب اللي لبسته. وهلا رح نغير نحن معنا بيير بالاستوديو كمان. بيير شو حيعمل؟ مزبوط، رح يغير لهم بس الكليبسات، هيك تنفرجي قد ايه سهل انه الام هي بالبيت فيها تغير لك الكليبسات. اوكي، نطلب من بيير يفوت لعنا. هاي بيير. هاي. يلا بيير. عم نحط كمان هيك فلاشي كولرز، عم نشوف بدنا نشيل الموف ورح نحط البينك الفاتح.
سو ماجي نحن انه كل ام فيها اكيد تعمل اكيد كثير, كثير سهله. الاولاد اكيد يمكن اصعب عليهم, يا ما كمان فيهم هلا شوي اكبر بالعمر فيهم هيدا القام. اذا بدك الباكج من 6 ل 14 سنه فيهم يستخدموه. من 6 ل 14 سنه فيهم يستخدموه. الباكج بتجي بهيدا الباج اكيد هي بتتضمن 2 كليبس و 3 بيسز كيراتين وهي بس $25. لكن اذا حدا بده يشتري هيدا الباكي في 2 بيسز كليبسات وثلاثه كيراتين. هلا رح فرجيهم على الباربي. اوكي بس انا تفرجي بس سوري شوي كيف حتكون الكليبس حتى تكون الكليبس اوكي تتعلق بالشعر. اوكي بدنا نشوف الكيراتين اكيد. وهلا بتعرفي رولا موسم اعياد وقدمين نحن على كريسمس, يعني هيدي فكره كثير حلوه اذا حدا بده يهدي كجيفت لحيا لحدا, يعني لانه سعرها كثير مقبول وبتغير لوكو. وهلا يعني بيكون عندنا فاكيشن طويله فيهم يحطوها بالفاكيشن فيهم كل يوم يلبسوا لون يعني لهالدرجه تعملوا ميكس اند ماتش. انا بس هون لانه دائما بحكي بالميكس اند ماتش ماجي فينا ساعتها نستعمل هالقصص وننسق التياب عليهم اكيد هيك تيطلعوا بيطلعوا هيك الليتل فاشينيستاز بيطلعوا كثير حلوين اكيد. هون الكليبسات هون عم فرجي انا الكيراتين كيف هي بتتثبت الكيراتين على الشعر وهون الكليبسات كمان اوكي يعني فرجيتيهم كيف بينحطوا. خليني اشوف ارجع ماجي انا تفرجي اكثر على الكاميرا. سو الكليبسات مثل ما فرجينا قبل والكيراتين هي بتتثبت بالشعر مزبوط. بس هيدي الكيراتين يعني ما فيهم يعملوها بالبيت. لا هيدي بده يعملوها عندكم بالبوتيك كاركافي. يعني لكن لنرجع نوضح الشغله الكليبس فيها تنحط بالبيت, الكيراتين بدها تنحط ببوتيك ارقفي لانه عندها طريقه خاصه وبدك تصور ماشين خاصه كمان ماشين خاصه. واكيد اذا بس بدهم يشيلوها كمان بدهم يجوا على البوتيك تنشيل الكيراتين. وهلا حتى كمان هون جرين رح نشلها اياه هون ونحط لها غير كلر. بيير وينك يا بيير؟ اوكي هلا عم نشيل الجرين. اوكي شلها هيدا كمان يكون عندها لوك كثير سهل يعني بالبيت. ومثل ما ذكرت وقلت يعني اذا حب تعملهم كيرلي ويفي يعني مش معمولين مدروسين بطريقه انه ناتشرال هير والكليبسات مدروسين بطريقه ما ياذوا الشعر. بالنهايه هول اولاد يعني شعرهم بيكون كثير حساس فمدروسه كثير منيح مشان تكون توب وهن ينبسطوا ويحسوا حالهم هيك فاشن وألا مود. حبيتيهم؟ أنا بقول ماجي كله حيحبهم يعني ما بتصور في حدا حيقول لا. أكيد أكيد هلا بدنا نشوف بس إذا الصبيان حيغاروا. هلا بركي دائما نحن بنحسب حساب بس البنات يعني مزبوط. الصبيان ما بنحسب لهم أبدا حساب خاصة بفكرة فاشينيستا يعني مش حسبت لهم حساب كثير وكثير يعني الصبايا في كثير قصص تعملي لهم ومثل ما قلت هلا اللاين عم بيتطور مش بس هول الكليبسات يعني بوني تيل كلامبات شينيون خاصة اللي بيرقصوا باليه أو شيء عندهم بصير بيلعبوهم للتوتو كمان مع الشينيول هيك الوقفه من هون. وقريبا رح نعمل فاشن شو لهيدا اللاين يعني بس يكتمل اللاين رح نعمل فاشن شو فيها كل شيء يعني بيتضمن كل شيء. واو شو صبايا شو يا برنسسات حبيتون؟ هلا في كثير بنات حيغاروا منكم وكله حيجي عند ارقف بوتيك مزبوط ودغري نبلش كل واحد بيختار كل الالوان ماجي اللي كنا عم موجوده بالكالر رينك معك اكيد موجودين كلهم موجودين عندكم بالبوتيك. وبس بدي اسالك شغله الباكج يس من زيت اللون موجود من زيت اللون اكيد يعني اذا في حدا حابب ياخذ تو باكجز فيهم يغيروا بالالوان يعني تحط اذا لابسه لونين مختلفين فيها تحط لونين يعني بكل باكج فينا كثير بيطلعوا مهضومين وحلوين يعني بالنهايه نحن عم نعمل شيء تنبسط الاولاد وهيك الاهل كمان بينبسطوا اكيد. هلا بيصير هلا انا بحس بيصيروا الاميات والاولاد فيهم يلبسوا أكيد كمان زيت اكيد زيت مش بس يعني مزبوط مزبوط. شو فرجونا حالكم على المرايه تنشوف يلا حاملين المرايات حبيتي؟ شو اندريا؟ شو حبيتي؟ أي لون حبيته أكثر شيء؟ أنا على الفلاشي كثير هيدا فلاشي. وأنت أندريا؟ الموف الموف
حبوا الفلاشي كولرز. اي جس الفلاشي كولرز كمان بتبين اكثر على مزبوط، خاصه على الوان الشعر. فكل ام حابه يكون تكون بنتها مثل برنسيس ما الا الا تجي على بوتيك كاركافي بفروعنا بفيردان وبالزلقه. نحن اكيد في فريق عمل بيهتم فيهم وبيشوف شو المناسب شو المناسب. اكيد كمان ماجي بينقصوا على طول الشعر أكيد. اذا هيدي كثير مهمه يعني نقولها مزبوط، ما يبين شيء اطول شيء اقصر لانه ما بتبين كثير حلوه. بينقصوا على انت كثير مبينه اليوم برنسس كثير حبيت. وشو بعد بدك تخبرينا ماجي عن شو بعد في بدي خبر ال 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 كركفي إليغانس اللي هي اكسسوارز كمان هو لاين بلشنا فيه وهلا عم نطوره اكثر مثل ما عم نشوف. اكيد لانه نحن ببوتيك كركفي دائما بنهتم بالكاستمرز، كل كاستمر بتشتري شيء من بوتيك كركفي بيطلع لها من هول البوندات مع البروش. خلينا بس اكيد نشوفه اكثر، خاصه انا هون عم بتضربيني على الوتر الحساس لانه انا كثير بحب الهيد باندز وكثير بلبس هيد باندز. حقيسه أكيد. بس تنفرجي شوي للمشاهدين. واو واو حياخذوا هيدا كثير حلو ماجي. اكيد اكيد مقدم. سو هيدا لك رجعي قولي لنا لكل سيده اشترت من بوتيك كركفي ان كان بفرع بالزلقه او بفردان بيطلع لها الهاند باند مع البروش. اكيد افيلبل بكثير الوان والبروشات بتغيروا يعني في قياسات كثير مختلفه. واو كثير حلوين وكثير حلوه الفكره ماجي. باي ذا واي كمان ما بدنا ننسى ارقفه عنده يعني ما بعرف اذا بتخبرينا بترجع عن الجام. اكيد في اكيد بوتيك كركفي معروف بالويجز الاكستنشن البونيتيل الكلامبات يعني كل شيء سيده بتعتازه لشعرها ما لها الا تزور بوتيك كركفي. فريق العمل ناطرينهم اكيد بيساعدوها وبيشوفوا شو طلبها. اكيد ما بدنا ننسى كمان انا بحب دائما نذكر ماجي لكل كمان اللي بيعملوا تريتمنت كيميو لكل حدا هر شعره هيد انه فور وات ايفر ريزن يعني خاصه كل ست بتعمل تريتمنت. كمان في عندكم ويجز كله لجميع الناتشرال لكل القصات كل الموديلات كمان مزبوط. هيدي بحب دائما اذكرها انا لانه انا وقت افكر بقرقفه بفكر بهيدي يعني هيدي الرساله كمان أكيد. وهيدا يعني صار الواحد عن جد لكل حدا مريض عن جد بتشوفي هالويجز على شعرهم بتحسي كثير كثير انه ناتشرال كانه اكيد. نحن بنجرب نطلع السيده بكثير ناتشرال لوك لانه بالنهايه هي بتكون نفسيتها كثير تعبانه ويعني نحن بدنا نساعدها مش رح نحطم لها معنوياتها اكثر. فهون كمان بنهتم فيها بطريقه انه نطلب منها تجيب صوره لها كيف كانت أكيد. او يعني حسب الستيل كان شعرها يعني مشان ما نغير لها ابدا بموديل شعرها. لكن ناطرينكم بأرقفي بوتيك ب 4 ديسمبر بفيردان ب 5 ديسمبر بالزلقه مع البرنسسات تبعكم حتى تجربوا هن بيختاروا اذا بدهم كليبس او يثبتون بالكيراتين. الكيراتين اتس فور فري لانه هيدا لاين جديد من بوتيك كركفي اتس كركفي برنسس ورح تطلعوا كلكم برنسس من بوتيك كركفي. ميرسي ماجي ميرسي يا حلوين. بريك وحنطلع مع كاتيا.